ممتازة، لقطة ممتازة ناحية حمدود، يدخل حمدود وما يسجلش. أي مرة أخرى تتيح فرصة لفريق اتحاد العاصمة، فرصة ينهي بها المقابلة. ريح من حمدود يرفعها ناحية عيد بالقاسم، في حاجة إلى مساعدة. زواني رضا، هدف رائع ممتاز جدا من زواني رضا، يحرر رفقاءه والجمهور ويضمن التأهل لفريق اتحاد العاصمة للدور ربع النهائي من منافسات كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس. هذا هو الشيء اللي كان يلزم ومنتظر فريق اتحاد العاصمة، هدف واحد كان كافي باش يحرر الجميع. انتظرنا الدقيقة 41 باش تكون هذه المحاولة من حمدود، الرأسية من زواني رضا، من أيد بالقاسم. زواني رضا بروعة، لأنه صعب على اللاعب هنا أنه يحط الكرة في المرمى. الحارس أنصح بقى يتفرج في الكرة هذه الرائعة جدا من زواني، بعد كما ينبغي علي بن صبيح وحط الكرة براسه، هدف جميل جدا. السيد كاليفي هنايا ما كان عنده ما يخسر ما يربح، حنا كانت علينا شويه